طيب متهيألي يعني اليومين دول الفيديوهات باين قوي ان احنا بنعمل حاجات مختلفة، لدرجة ان الناس بتطلب مني دلوقتي ان انا اعمل فيديوهات عادية بقى، اللي هو خلاص كفاية فيديوهات مختلفة. فلو لسه ما شفتش حاجة من الفيديوهات دي هسيبها لكم في الاي اللي بتظهر فوق هنا، ادخلوا اتفرجوا على النوع ده من الفيديوهات دي، عشان دي فرصة. خلي بالك الفترة الجاية دي كلها موبايلات، وقابلني لو شفت فيديو واحد مختلف. المهم يا سيدي، النوع ده من الفيديوهات انا بحاول اجيب حاجات استخداماتها مختلفة شوية، مش الحاجات التقليدية، ومن فترة التانية كده ايه بعرفكم عليه. خلينا نبدأ في الموضوع على طول عشان في حاجات حماسية قوي. اول حاجة من الحاجات دي هو الاختراع ده، طبعا يكاد يكون مش حماسي ولا حاجة، بس لا هو حماسي لو فكرت فيها شوية كده. ايه البتاع ده؟ بكل بساطة فكرة جامدة جدا، وهي معمولة اصلا للايباد تقريبا، يعني بتركبها في جنب من الجوانب في موبايلك، اي جنب بقى انت حر، يعني شوف انت عاوز تستخدم في الجنب انه، لان هي معمولة على شكل زاوية موبايل، واخد بال حضرتك، بحيث ان هي ما تبقاش معلقة ومدلدلة كده تحت وانت حاططها في الموبايل، او ما تبقاش مثلا ماجنتيك وبتفضل تقع، ما تبقاش بتربطها بحاجة بتلزقها بحاجة، لا هي بتثبت في زاوية الموبايل. بعدين بقى بتروح حاطط اليو اس بي سي ده تحت هنا، وبكل بساطة ساعتها ما تعرفش توصل لاي حاجة بقى في الموبايل، لا زرار الباور ولا الكاميرا ولا اي حاجة، فبنشيلها بقى من الموبايل ونستخدمها على الايباد. لا والله هي بتبقى مناسبة لموبايلات وموبايلات تانية، يعني عشان كاميرا البكسل هنا والزرار الباور هنا، فانا الصراحة شايفها تستخدم للايباد اكتر يعني، وعملية اكتر ومهمة. يعني انت عاوز تجيبها لموبايلك دي حاجة ترجع لك بقى، عشان انا معظم الاحيان بكون بأديت صور مثلا على الايباد من الكاميرا بتاعتي، فببقى محتاج ان انا الميموري كارد ادخله في الايباد، مش بقعد بقى احط بقى ايه كارد ريدر والجو ده، لا انت خلاص مركب دي وكأنه جزء من الايباد اصلا، فاهم؟ عندك يو اس بي سي، عندك هيدفون جاك، عندك اتش دي ام اي ويو اس بي اي، كل الحاجات دي بتبقى مركبها في الزاوية كده للايباد وبتستخدمه عادي جدا. موضوع جامد جدا الصراحه، بيختصر عليا، وحتى وانت مركب الكيبورد بتاعت الايباد مش بتضايقك برضه. على فكره ممكن تركبها تحت اعتقد او فوق، لا تحت، تحت ازاي كده؟ بص يا سيدي، ركبها تحت، ولا عامل لك اخرام، عامل لك اخرام تحت عشان ما يقفلكش السماعه كمان، لا شغل شغل الصراحه. هي مناسبه قوي للايباد، بس برضه انا بستخدمها على معظم الموبايلات يعني. الاختراع اللي بعده بقى هو اختراع بتهالي يعني عيب قوي ان انت تبقى شايف ده معايا كده وما تتساءلش ايه الاختراع ده وده بيعمل ايه. ده بقى سيدي بتشوفه في الفيديو بتاع جرابات الايفون، عشان عملت فيديو مخصوص على الحوار ده هسيبه لك في الاي اللي فوق ده، لازم تشوفه. الاختراع ده عبقري جدا. ما علينا، الحاجه الثانيه بقى سيدي هي الاختراع ده. الاختراع ده من شركه ال جي، بغض النظر يعني مبدئيا ان هو بيعمل ار جي بي هنا، مش عاجبني الحوار ده الصراحه، يعني مش اكيد مش همسكه كده واقعد ماشي كده يعني. تصميم السماعه دي مختلف شويه، الخطوط اللي في كل حته دي علشان تثبت على اي حاجه، وبرده عشان تعرف تمسكها بايدك من اي اتجاه ما تقعدش تزفلط وكده، وبرده السماعه محكمه قوي لو انتم ملاحظين، ومحكمه هنا بمعنى ان هي ضد الميه اصلا، بس مش يعني بول بقى وبحر، لا هي بس ايه شويه شتاء، شويه في الحمام مثلا، إيه عند البحر بارتي، مش عارف حد صاحبك اللذيذ وقع عليها حاجه مثلا. وجربت صوتها، لقيت صوتها خطير جدا جدا، بس لحد هنا وانا متخيل ان السماعه دي غاليه، فطبيعي الحاجات دي موجود فيها عشان هي غاليه. بس ما دخلت لقيت السماعه دي سعرها حوالي 3000 جنيه مصري، يمكن اقل من كده كمان، فبصراحه بالسعر ده لا ده اختيار عبقري جدا. السماعه دي وايرلس يعني بتشحنها، وعندك فوق كل الاوبشنز بقى اللي انت محتاجها، تفتح البلوتوث، تفتح السماعه اصلا، تتحكم في مستوى الصوت، لو عاوز تخليها تتحكم بيها عن طريق سيري او جوجل اسيستنت، تفضل ماسكها بقى وكده وانت قاعد بتغني بقى، وايه البيت ده يا مان. مع ان حبيت اعرفكم عليها، صوتها كده ولذيذه وصوتها خطير جدا، انا مش عارف تجربه الصوت هنقلها لكم ازاي يعني، بس هي صوتها خطير ولازم تثق فيا. بص مش عارف اسمعها لكم ازاي برضو والله، اصل هنلبس كوبي رايت لذيذ يعني. ايه ده؟ طب ما سهل قوي، ممكن اجيب فيديو من فيديوهاتي، ايه الذكاء ده؟ طيب يابا، متهيألي يعني واضح قوي ان الفيديوهات اللي اتفضلت سامعني، بغض النظر عن الكلام ده يعني. Thank you.
تحس بالفرق، عشان تحس بالفرق. ده صوت الموبايل، صوتها خطير جدا الصراحه، على السعر بتاعها وعلى الحجم بتاعها. بيزي شويه ده، اعترف بده. هم اصلا عاملين لها حاجات هنا، انا بضغط عليها بتعمل بيز اصلا، اوفر بيز شويه، بس ممكن تتحكم في الموضوع ده عن طريق قبليها مخصوص على موبايلك الاندرويد، مش موجود للاسف على الايفون. ماشي، بما اننا بقى بنتكلم على الحاجات الصلبه، عشان السماعه دي على فكره برضو ضد الصدمات وكده، ففي حاجه تانية فيها نفس الحاجات دي، وهو الاختراع ده. الاختراع ده عبارة عن باور بانك 10,000 ملي امبير، صغنطوط خالص زي ما انتم شايفين كده، بس ضد الصدمات وضد المية. ده في حالة طبعا ان انت عاوز تقضي وقت لذيذ تحت البحر، وطبعا مفيش كهرباء تحت البحر، فانت بتنزل تغوص وتاخد ده معاك، تشحن بيه موبايلك، تشحن بيه اي حاجة. البتاع ده برضو فيه اختراع غريب قوي، معرفش لازمته ايه الصراحة، بس ان هو فيه فلاش، يعني ممكن نحتاج. اوفرول الصراحه انا عاجبني فيه اصلا تصميمه فقط، شكل التصميم مريوش قوي، وحجمه صغير جدا على 10,000 ملي امبير، وفكره ان هو ضد الميه لا مانع منها، خصوصا في الشتاء ولو انت على البحر ولا مش عارف ايه، وضد الكسر برضو بيقول ان هو ضد الكسر. هنجرب. سرعه الشحن بتاعته مش سريعه قوي، هي 5 فولت بس، كويسه على الحجم الصغنطوط ده. باور بانك بشكل عام مفيش استغناء عنه، ممكن ابقى اعمل فيديو كامل على الحوار ده، بس خليني بقى اوريكم الحاجه اللي بعدها، عشان هي حاجه انا متحمس ليها جدا. بس هي دي، انا من ساعه ما جت والله وانا نفسي افتحها، بس بحاول ان انا اشاركها معاكم. يعني البتاعه دي ممكن تستخدمها مع موبايلات، تقدر تستخدمها مع الكاميرات، تقدر تستخدمها مع الاضاءات الصغيره، ليها استخدامات كتير قوي، هفهمكم فكرتها دلوقتي. بص دي، تحس ان انا بفتح قلبة سيف مثلا، سيف سلاح، هو حقيقي حاجة شبه الأسلحة يعني، بس خلاص. طبعا ممكن تقولي ماشي يعني ايه الجامد في كده، معلش اقول لك انت لسه ما شفتش حاجة، انا لسه ما اعرفش اعملها قوي، بس يعني ده الجامد. لا وفي حاجة كمان، لا شغل. بص الاختراع ده يا سيدي بكل بساطة هو عبارة عن ترايبود متنقل معاك في اي حتة، حجمه صغير تقدر تحطه في الشنطة بالحجم ده، ومجرد ما انت تعمل زي ما احنا عملنا كده وتفرده، فيبقى عبارة عن ترايبود بتلات رجول يثبت عليه أي حاجة بقى. لو أنت حابب تثبت الموبايل بتاعك بتحط له راس وتاخده معاك في أي حتة، حابب تصور فيديو مثلا بسيط فبتثبته على أي حاجة. طبعا هو المصنوع هنا من الميتال، فبيستحمل، مش هيقع منك بقى ولا يميل مهما كان وزن الموبايل بتاعك، هيبقى ثابت، الفريم بتاعه هيبقى مظبوط، مش مايل كده أو مايل كده، لأن هو متساوي. برضه هو حجمه صغير تقدر تاخده معاك في اي حته، وفكره الروشانه دي هو بس يعني ايه غالي شويه صراحه، هو غالي عشان الحته ايه الروشه دي. لو مش فارقه معاك يبقى لا، في اختيارات تانيه احسن الصراحه، بس ده انا اعتقد يعني مناسب اكتر للكاميرات، مناسب اكتر للاضاءات الحاجات التقيله، عشان هو متين قوي، وسعر بقى يعني سعر مقابل ده، وفي كذا فلوجر جابوه، الناس بتعمل فلوجات بقى تقعد ماسكه البتاع ده كده، فاهم؟ فانا هنجرب بنشوف، بس مبدئيا انا مبسوط بالحاسب النجم الله. ما علينا، دي هي كل حاجه بالنسبه للحاجات المختلفه، يعني فيديو لذيذ كده وخفيف، وشويه حاجات الصراحه عندي بقعد اجيب حاجات ما اعملهاش فيديو، فقلت اتشجع بقى واطلع اعمل فيديو النهارده. بحس ان الحاجات دي ما تستحقش فيديو كامل، يعني ما تستحقش نعمل فيديو كامل، ولا انت ايه رايك؟ ولو تستحق اعملوا لايك واشتراك عشان برضه ابقى فاهم الدنيا. لا خلاص كده الفيديو خلص، يعني تقدر تتفضل بقى، اتفضل اتفضل.